فيديو جديد وفائدة جديدة. أولا رمضان مبارك كريم لكل الإخوة الكرام اللي كيتابعوا القناة. اليوم نزلنا عند الرغبة ديال المتابعين الكرام، غنعطيكم الطريقة الصحيحة باش كنديروا الربيعة أو العشب ديال البحر في السمارة بطريقة ممتازة وصحيحة. ما عليكم غير تبعوا الفيديو حتى النهاية وما تنساوش ديروا جيم واشتراك للقناة للناس اللي كيستافدوا معنا. وأول حاجة تشوفوا أنواع الربيع اللي خصنا نديروا. تفضل معايا فهد. كاين هذا النوع ممتاز، هذا هو النوع اللي كنديروا اللي كنصيدوا به غالبا، هو هذا كنصيدوا عليه على حلامه وعلى شرغو غالبا. هاد جوج الانواع كيعشقوا هاد الانواع ديال الربيع. وكاين نوع الاخر ديال الربيع، كاين هذا النوع كما كتشوفوا، يعني جوج الانواع. واشنو كنحتاجوا الاخوان باش نصيدوا بالربيع؟ كان السناره ديال 9 عفوا ديال من 11 حتى ل 15 باش كنصيدوا غالبا، وفي اغلب الاحيان انا كنفضل السناره ديال 13. اذا كناخذوا طريف ديال الربيع كما كنديروا، الا درناه بهذه الطريقه كما كتشوفوا بهذه الطريقه، المشكل ديالها كما كتشوفوا دابا راه كاين الربيع في السناره، ولكن اون فوا كتصيفطها كينزل وكتبقى السناره عريانه، ولا بعض الاحيان كيمشي لينا ملي كنصيفطوا بقوه كيمشي كاع الربيع. اذا افضل حاجه الاخوان ناخذوا عود ديال السنان مثلا او قلم ديال الكتابه، المهم انا ناخذ لكم عود ديال السنان هذا اللي عندي. ناخذوا طرف ديال الربيع بحال هذا مثلا اللي غنصيدوا به، كنحطوه فوق العود ديال السنان. طريقه بسيطه، كناخذوا الخيط فيل ماجيك او الفيل الاستيك، المهم الخيط اللي كيجمع الطعمه بحال هذا الشكل فقط، لا شيء غير هكا. هذه هي الطعمه الاخوان، غتشوفوا كيفاش، يعني بحال هذه دابا خصنا نديروا فيها 10 11 12. شوفوا وحده اخرى مثلا، هذا هو الربيع. كناخذوا العود ديال السنان حيت هو اللي كيكون السند ديال هذا الربيع حتى كنشدوه حتى كنجمعوه. كنجمعوه بهذه الطريقة، البحر اليوم قاصح الإخوان وجاية الشتاء، ولكن ما كاين مشكل كما كتشوفوا الموج تبارك الله، ولكن غنصيدو إن شاء الله، نحاول يكون شي حصيلة مزيانة. واخا الجو كما كتشوفوا الشتا جاية تبارك الله اليوم، ولكن غنصيدو على أي حال. إذا هذه هي الطعمة، غتشوفوا الطريقة باش كنديروها في السنارة. كناخدوها مع الخيط اللي فيها، ها كتولي سهلة. كندخلوها، كنعاودو ضربة أخرى، جوج ضربات كافيين بهذا الشكل كما كتشوفوا. هذه طعمه ممتازه وشاده مزيان، هذه تصيد بها على حلامه، تقدر تصيد بها جوج ثلاثه المرات بطعمه واحده بهذه الطريقه. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله رمضان مبارك كريم، اول نهار في رمضان هذا، وجينا نفطروا هنا ان شاء الله، نتمنوا يخلينا البحر. هادو هما الاصدقاء، يلاه جينا، ورمضان مبارك كريم للاخوه الكرام. شكرا جزيلا على المتابعه، بارك الله فيكم.